اسمي محمد الحسيني، انا جيت هنا بدعوه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهقوم قدامه ان شاء الله وهطرح حاجه حلوه مسافر مصر ان شاء الله، وهقابل نفسي وقبل مستقبلي ان شاء الله، وهعمل سنه جديده برعايه جزيره الخليج بنت خالد الشلبي. انا حافظ علم مصر في النيل وضمن البسبيرو والتور العالم 5 كيلو سباحه وغواص وسن وراب رعاية كابتن خالد الشلبي ووزارة الداخلية يوم العيد الشرطة، وهعمل حاجة جديدة إن شاء الله، حاجة جامدة لمصر، كابلو دي نابولي وحرب حوالين مان قتل، ونفسي ألف تيشيرت علم مصر وأرفع علم مصر، لأن بحب اسم مصر أوي، وقلب حديد وقلب مصر إن شاء الله، وعندي تحدي عظيم إن شاء الله، إن شاء الله هعمل حاجة جديدة إن شاء الله.